بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامج شخصيات وعبر. شخصيتنا في هذه الحلقة هي سيدة نساء العالمين. سيدات النساء أربع: آسيا زوجة فرعون، ومريم ابنة عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد. فاطمة ابنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وابنة خديجة أيضا السيدة. هي بنت من؟ هي أم من؟ هي زوج من؟ من ذا في الأنام يدانيها؟ من ذا في الأنام يداني علاها؟ أما أبوها فهو أفضل مرسل، جبريل بالتوحيد قد رباها. وعلي زوج لا تسل عنه سوى سيف غدا بيمينه تياها. هي من؟ إنها فاطمة الزهراء، أشد الناس شبها بأبيها صلى الله عليه وآله وسلم. كان النبي يحبها حبا جما، وكان يقول: من آذاها فقد آذاني. وكان يقول: فاطمة بضعة مني. ومع هذا يقول لها: يا فاطمة سليني ما شئت لأغني عنك من الله شيئا، سليني ما شئت لأغني عنك من الله شيئا. تربت فاطمة في حضن أبيها وأمها، وتوفيت أمها فصبرت، توفيت خديجة وهي صغيرة فصبرت رضي الله عنها. يوم من الأيام كانت في بيتها فسمعت أن المشركين يعتدون على أبيها. أبو جهل قام وأرسل رجلا فذهب إلى سل الجزور قذارة ونجاسة ورماها على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد عند الكعبة. فسمعت بالخبر من؟ فاطمة ابنة رسول الله، وهي جارية صغيرة. فأسرعت، تخيل البنت تسرع إلى أبيها، وأي أب هذا؟ تسرع إليه وتزيل القذر والنجس عن ظهره وهي تبكي رضي الله عنها. فلما انتهى النبي من صلاته نظر إلى ابنته وهي تبكي وقال: لا عليك يا بني، إن الله ناصر أباك، إن الله ناصر أباك. من هي؟ إنها فاطمة الزهراء التي هاجرت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هاجره وقبلها، ثم هي جاءت مع سودة زوجة النبي، سودة بنت زمعة، هاجرت معها فاطمة وجاءوا إلى رسول الله في المدينة فالتحقوا به. فاطمة رضي الله عنها تزوجت من؟ الإمام علي ابن أبي طالب. شوفوا، تخيلوا من زوجها المبشر بالجنة، من زوجها الذي افتدى نفسه برسول الله في الهجرة فنام في فراشه، فأنجبت له من؟ الحسن والحسين. من هما؟ سيدا شباب أهل الجنة. من هما؟ ريحانتا رسول الله. من الحسن ومن الحسين؟ وأي أسرة هذه؟ علي، فاطمة، الحسن، الحسين. رسول الله معهم يضع الكساء ويقول: إنما يريد الله، يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. النبي عليه الصلاة والسلام يرعى فاطمة وكان يحبها حبا عظيما. تخيلوا، الوحيدة اللي كانت شبه الرسول، حتى كان النبي يسميها بنت أبيها، أو كان يقول لها أم أبيها من شبهها برسول الله. حتى عائشة لما سئلت من أكثر الناس شبها برسول الله قالت: ما رأيت أحدا أكثر شبها برسول الله بخلقه وخلقه ودله وسمته من فاطمة، ما شفت واحد يشبه الرسول بكل شيء، خلقا وخلقا، ما رأيت واحدة مثل فاطمة تشبه النبي صلى الله عليه وسلم. بشهادة من؟ عائشة رضي الله عنها. كان النبي إذا جاءت إلى البيت قام لها، كان يستقبلها، وكان إذا أرادت أن تنصرف قام معها حتى يخرج إلى الباب. شوف من حبه لها. وكان كثيرا ما يزورهم في البيت، يزور علي وفاطمة والحسن والحسين، كان كثيرا ما يقضي وقته عندهم. وكان أحيانا
فاطمة رضي الله عنها يوم من الأيام سمعت أن الرسول عنده يعني جاءوا بعض الأسرى يستطيع أن تأخذ خادم من الخدم، كل الناس يأخذون، ليش إحنا لا؟ وكانت فاطمة تتعب تعبا شديدا في طحن الدقيق وفي تحريك الرحى وفي جلب الناضح وفي غيره، تعبت فاطمة، فأرادت خادم يساعدها، فراحت سألت عن أبيها النبي صلى الله عليه وسلم، شافت عائشة، أين أبي؟ قالت ليس موجودا، مو موجود الآن. قالت إذا جاء فأخبره أنني أريد خادم من الخدم الموجودين اللي عنده. فقالت لا بأس. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة بالخبر، فأسرع النبي إلى بيت فاطمة. فاطمة موجودة وعلي موجود مستلقيان كان، فجلس النبي عليه الصلاة والسلام عندهما حتى أحست ببرد قدمه، فجلس النبي عندهما فقال ماذا تريدان؟ ماذا تطلبان؟ قال نطلب خادم، حال الناس محرم وعب. قال ألا أخبركما بخير لكما من خادم وخادمة؟ تبو شيء أحسن؟ قالوا بلى يا رسول الله، علمنا، شوف شلون يحبهم ويحرص عليهم. قال إذا أويتما إلى فراشكما فسبح الله 33، سبحان الله 33 مرة، واحمداه 33، الحمد لله 33 مرة، وكبراه 34، صارت 100. قال ذلك خير لكما من خادم وخادمة. ايش علاقة هذا بهذا؟ قال بعض أهل العلم من فعلها موقنا بها ما يحتاج إلى خادم، يعطيه الله قوة ونشاطا ما يحتاج إلى أحد يساعده. فالتزمت فاطمة وعلي رضي الله عنهما هذا الدعاء، حتى قيل للإمام علي في آخر حياته طول عمرك تقوله؟ قال والله ما تركت هذا الدعاء أبدا، هذا الذكر أبدا، حتى في أيام صفين، في أيام القتال والفتنة ما تركت هذا الذكر، وصية النبي لهما. كان أحيانا يزورهما فيقول أين الصبي، يعني أين الحسن والحسين، فتقول فاطمة ها هما، فتغسلهما وتنظفهما وترتبهما وتلبسهما فتدفعهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام يحبهما حبا جما من حبه لأمهما ولأبيهما. أحيانا كان يخطب الجمعة، يخطب عليه الصلاة والسلام وهو يخطب يرى الحسن والحسين فينزل من الخطبة، ينسى الناس، يترك الناس وينزل إلى الحسن والحسين فيحملهما ويأتي بهما إلى الخطبة ويقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة. كان عليه الصلاة والسلام يدلع لسانه لهما ويداعبهما ويضحك معهما من حبه لفاطمة. فاطمة فلذة كبد النبي، من آذاها فقد آذى رسول الله، فاطمة مني وأنا منها، فاطمة الزهراء كفى بها شرفا. أم من؟ زوج من؟ بنت من؟ كل من حولها أفضل الناس وأشرف الناس. النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما يجلس معها ويعلمها ويصبرها ويثبتها. لما مرض رسول الله حزنت حزنا عظيما من حبها لمن؟ لنبيها ولأبيها عليه الصلاة والسلام. لم لا وقد كان أرحم الناس بالناس، لم لا وقد كان الذي يحملها ويقبلها ويقوم معها، كان أرحم الناس بالناس وأرحم الناس بها، لم لا تحزن والنبي صلى الله عليه وسلم قد مرض؟ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. حزنت فاطمة في أيامها الأخيرة، وين كان عليه الصلاة والسلام؟ في بيت عائشة، كانت كل يوم تجيح، كل يوم تأتي إليه وتجلس عنده. لما اشتد به المرض نظرت إليه فبكت آخر يوم مرت عليه فبكت. قالت فاطمة رضي الله عنها واكرب أبتاه، يعني تبكي على أبيها. فنظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليها وقال يا فاطمة لا كرب على أبيك بعد اليوم، اليوم آخر يوم فيه كرب، ما في كرب بعد اليوم. ثم نادى النبي آل بيته، حسن والحسين وفاطمة والعباس وغير كل آل البيت، جاء بهم إلى بيته، بيت عائشة رضي الله عنها، فأجلسهم
وفاطمة تبكي، فأسرها في أذنها سر فبكت، اشتد بكاؤها، ثم أسرها سر ثاني فضحكت. سئلت فاطمة بعدين شو اللي قال لك الرسول؟ قالت أخبرني أنه سيموت اليوم فبكيت، ثم أخبرني أنني أسرع الناس لحوقا به، راح أموت بعده، وأنني سيدة نساء العالمين، ففرحت، رضيت أنها ستلحق بأبيها، مات بشيء من الدنيا. إنها فاطمة لما مات أبوها بكت، ولما جاء الصحابة بعد أن دفنوا رسول الله، أنس جاء إليها خادم النبي، قالت له يا أنس كيف طاوعتكم قلوبكم أن تحث التراب على وجه رسول الله؟ شلون دفنتوه؟ شلون تحملتم؟ يقول أنس أنكرنا قلوبنا، والله أنكرنا قلوبنا، لكن أمر لا بد منه. فاطمة حزنت، فاطمة تعبت، فاطمة تضايقت، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بشهور ألحقت وألحقت بأبيها في جنة عرضها السماوات والأرض، إنها الزهراء أم الحسن والحسين، إنها سيدة نساء العالمين، نحبها ونحب ما نحب فاطمة رضي الله عنها، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا بها في جنات النعيم وتحت ظل العرش يوم القيامة. إنها فاطمة الزهراء، وكفى بها شرفا وفخرا. شخصيتنا في الحلقة القادمة أيضا امرأة، لازلنا مع النساء، وهي أم من أمهات المؤمنين. سئل النبي من أحب الناس إليك؟ فأخبر عنها ما تزوج بكرا غيرها، وظلت معه طوال حياته إلى أن مات، بل ما مات إلا في بيتها، وما مات إلا بين سحرها ونحرها. من هي الفقيهة العالمة؟ إنها أم المؤمنين، سوف نعرف اسمها في الحلقة القادمة في شخصية قادمة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج برعاية لجنة تعليم الإسلام.